يعني ما سألتنيش الرسالة اللي جات لي كان فيها ايه؟ كان فيها ايه؟ هشام زوج تقليدي جدا وده بيخنقني ساعات، بس في الاخر اتعودت. عمري ما انبسطت معاه، بس ما اقدرش اقول له حاجه زي كده. هقولها له ازاي؟ اجرحه؟ ما ينفعش. هشام انا سامعك. هشام دي جلسه، والجلسات بيتقال فيها اي كلام فارغ، مش شرط يكون كله صح او كله حقيقي، وبعدين مش شرط يكون انا قصدي اللي انت فهمته. اكيد ما اقصدش اللي انت فهمته، دول كلمتين في جلسه اتقال فيها كلام كتير قوي، وبعدين ما ينفعش تحكم عليا من كلمتين زي دول. تمام، انا كده فهمت. طب ما دام انت مصدق الكلمتين دول واخد مني موقف، بتساعدني ليه؟ عشان دي حاجه ودي حاجه تانية خالص يا انجي. انا مش قليل اصلا عشان اشوفك في موقف زي ده واقدر اساعدك وما اساعدكيش. بس كده؟ هو ده السبب الوحيد اللي مخليك واقف جنبي؟ تعالي نسمع الكلمتين دول لأي حد ونخليه هو اللي يحكم ويقول لنا ازاي ممكن نكمل مع بعض. ازاي يا انجي؟